إيلون ماسك وبيل جيتس والمدير ديال أبل ملي تشوفهم مثلا خلال أيام كيتعاقبوا كيمشيو للصين وما كيسولوهم الصحافة كيقولوا حنا جايين على المصالح ديالنا لأن أصلا متشبكة مع الصين وهذا الشيء كيتقال علانية. من موراها كيوصل عليهم مثلا وزير الخارجية بلينكن كيمشي كيزور الرئيس ديال الصين وكيعطيه مثلا مواقف زوينة كيقولوا ودي بانه حنا مع الوحده ديالكم وحنا ما ناويينش ندعموا الاستقلال ديال تايوان. ملي تشوفوا هذه المعلومات كامله ما خصهاش يدوخ الانسان باش يعتقد بانه ربما اصبحت تطوات مع الصين وبانهم صافي تصالحوا الى غير ذلك ابدا. الامر بكل صراحه بانه كيبردوا الطرح في الجهه ديال الصين على اساس انه من بعد غادي يزيدوا في الحرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا، ماشي غادي يزيدوا يفكوها ابدا، الحروب ما كيخلقوها شي باش تفك، ولكن على اساس باش يزيدوا في العفيات ديالها، وهو انه كيبان لنا بانه الحقيقيين اللي كيتحكموا في الامور راه ماشي هما الاداره الامريكيه ولكن هي الشركات المتحكمه في الحياه ديال البشريه كامله، هاد الشركات عندها علاقه بالادراك ديال الانسان. كثير من المحللين مثلا اثناء مثلا المحاوله ديال التفسير اش كيقولوا بان المشكل الامريكي الصيني ساله لا ما سالاش، وكاين اللي كيقولوا بانه مثلا الولايات المتحده الامريكيه طوات الصفحه لا الصفحه ما تطواتش. الولايات المتحده الامريكيه دائما منذ التاسيس ديالها ومنذ انها ولات كتلعب على الصعيد العالمي بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاين واحد العدد ديال الاحداث اللي كتكون بسيطه في وسط هذا الصداع ديال الاعلام ولكن كتكون هي الاحداث الحقيقيه اللي كتعبر على العالم كيفاش غادي، وكاين كذلك احداث كثيره اللي كتكون بسيطه او تجزئيه او لا تفصيليه ولكن كتعطى ليها الحجم الكبير على اساس انها هي اللي كتعبر على العالم. حنا دائما كنقولوا بانه اللي كيكونوا في الخشبه ديال الاحداث وفي الخشبه ديال التاريخ وفي المسرح ديال الواقع كنقول لهم لينا الاعلام والاعلام العالمي، هذوك اللي كيكونوا الفوق كيكونوا مجرد ممثلين. وكنا قلنا بانهم الفاعلين الاساسيين اللي كيتحكموا في العالم دائما كيكونوا تحت الخشبه، وكنا كذلك فايتنا قلنا بانه ملي كيكونوا الفاعلين الاساسيين الحقيقيين مضطرين انهم يتحركوا ومضطرين ان الكاميرات والعدسات ديال الاعلام العالمي انه ضروري غادي يشدهم، فكيكون الاسلوب الامثل ودائما الاسلوب المفضل هو هذوك الاخبار اللي كتكون حقيقيه فكيتم الاغراق ديالها بطوفان ديال الاخبار اللي كتكون كلها تفاصيل وتفاصيل التفاصيل باش كيعوموا الحقيقه، الحقيقه ما تظهرش. فكيف كتعرفوا بانه احيانا راه ممكن انه مثلا معلومات قليله انها تكون واضحه وبسيطه وسهله وكتعبر على واحد الحدث معين، ولكن انا الا اضطريت مثلا نقولها وما بغيتش الناس يقولوها شنو غادي نضطر ندير؟ هذيك المعلومات اللي هي قليله فعود ما غادي نقولها مثلا في 4 ولا 5 سطور كنبقى نتفلسف عليها وندخل ونخرج في الهضره مثلا نص ساعه، في الاخر غادي نكيعيا والناس ما كيتصمدوا في الاخر ما كيفهموا والو. هذه هي الاسلوب ديال الاعلام اللي كاين خلال السنوات القليله الماضيه، بحيث انه كيغرقوا المشاهد اللي كيكون ضحيه انه يوميا هو حل فمه مثلا في المصادر ديال الاخبار، هو كيجيب له الله غادي يولي واعر، ولكن في الاخر كتلقاه كيريح قدام الشاشات ساعه وساعتين وثلاثه، في الاخر ملي كيوقف كتقول له اش واقع كيبقى غير يشوف فيك. علاش؟ لان كاين هذا الاسلوب هو اللي كيغطي على الاحداث. قديما مثلا غير ملي كان الراديو او لا كان ديك المسائل ديال الاعلام بسيطه، كانوا مثلا نهضروا مثلا غير في المغرب كانوا الناس اكثر وعيا بالسياسه، الاخبار اللي كانت كتوصل كانت قليله، ثم كان كيتصنت لها يعني دقائق معدوده في النهار، والباقي امام الشح ديال المعلومات كان كيضطر انه كيخدم الدماغ ديالو. الان من بعد ما كاين هذا الطوفان هذا، وهذا راه مشكل في العالم كامل، كاين هذا المشكل. ندخلوا لصلب الموضوع. صلب الموضوع وهو انه في الطوفان ديال هذه الاحداث كامله لاحظنا خلال الايام القليله الماضيه الزياره ديال كثير من الشخصيات الامريكيه، الشخصيات اللي كل واحد فيهم
يوزن بلد من ناحية الأهمية العلمية أو التقنية أو التكنولوجيا أو المالية. هاد الشخصيات هادو من أبرزهم مثلا مول شركة أبل، ثم مول الشركة ديال مايكروسوفت بيل غيتس، ثم إيلون ماسك المدير التنفيذي ديال ديك الشركات الأقمار الصناعية واللي مغطية العالم كامل بالأقمار الصناعية، هو أصلا اللي شاري دابا تويتر. هاد الثلاثة هادو اللي بغينا نقوله من الأنبياء، يعني المرتبة ديالهم في العالم من الأنبياء ديال المال والأعمال والتكنولوجيا والتأثير على الحياة ديال جميع المواطنين في العالم. هادو غير كمثال، يعني من الناس اللي عندهم تأثير على الحياة على ديال كل نفس بشرية في العالم، مسيطرين على هاد التكنولوجيا ديال الإعلام والمعلومات. باختصار كيلعبوا في الإدراك ديال الإنسان، عندهم سيطرة. ما يمكنش مثلا شي مجتمع من المجتمعات مهما كان متقدما ولا متخلفا أنه يفلت من السيطرة ديال النفوذ اللي عندهم والوسائل اللي عندهم. هادو بدا واحد من مور واحد كيمشي للصين، ملي كيمشي للصين طبعا هذاك راه ملي كيتحركوا بحال هاد الشخصيات راه فين يبانوا الرؤساء، كيمشيو للصين على وداش، على ود لان التجاره ديالهم عندها علاقه ومشبكه في الصين. فيما كيمشي شي واحد فيهم كيدلي معلومات عاديه وطبيعيه ومنطقيه، علاش مشيتي للصين؟ لانه التجاره ديالنا ولا العالم المعلوميات ديالنا ولا العالم الاقمار الصناعيه مع داك الشيء اللي في الصين بانه متشابك ومشبك وما يمكن لكش تفصل هذا على هذا. المصالح ديال الصين على الامريكيه الفائقه الذكاء والفائقه الخطوره كاع موجوده في الصين، وكذلك الصين عاوتاني المنتوجات ديالها موجوده كذلك في الولايات المتحده الامريكيه. واخا غادي تنوض الولايات المتحده الامريكيه الإدارة، رانا هنا من غادي نشرح لكم حتى الأحداث وشو اللي كيحكم في العالم، وباش تعرفوا بأنه السياسة عندها واحد المنطق ظاهري وكاين منطق باطني. هذاك المنطق الباطني هو الواحد اللي كيشرح لنا العالم كيفاش غادي. الولايات المتحدة الأمريكية غادي تصيفط وزير الخارجية أنطوني بلينكن فوكاش اليوم عند من مشى؟ عند الرئيس، شمن الرئيس ديال الصين. وحنا كنعرفوا جبد الحبل اللي كاينه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. Good afternoon. 主席好，很高兴见到你。 الولايات المتحدة الأمريكية دايرة عينها في الصين وكتسنى كتقول لك ودي نسالي غير من بوتين، ولكن رامية العين الكبيرة عند الصين. إذا من مور هاد الزيارات المتواترة ديال رجال الأعمال اللي كيمشيو للصين كيمشيو على المشاريع ديالهم، الولايات المتحدة الأمريكية غادا تصيفط هاد وزير الخارجية أنطوني بلينكن. الإدارة الأمريكية انتوما كتعرفوا بأنه كتميز بواحد المرونة شديدة، ولكن ديك المرونة فيها كثير من يعني النفاق، وفيها الاخلاق ديال الثعلب. الولايات المتحده الامريكيه فيها الاخلاق ديال المكر والدهين والسمير والتضواخ، وتحسب واحد الوقت بانها هبطت الراس وهي ما هبطت لها راس. المهم على كل حال انا غادي نشرح لكم. ملي مشى وزير الخارجيه انطوني بلينكن اليوم، الصينيين كيفاش كيتعاملوا مع المسؤولين الامريكيين؟ الصينيين ولاو كيتعاملوا مع المسؤولين الامريكيين خصوصا في السنه الاخيره ماشي النديه، لا كانوا شحال هذه وصلوا للنديه في الفتره ديال كورونا، من موراها بداو كيتعاملوا معها بانهم هما كيهزوا عليها الكتاف.
يعني كلنا كنتذكروا مثلا واحد المرأة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين راها مرة كتبرد مرة كتصعد مرة كتطلع مرة كتهبط، مرة كتبدا تفرنس ديك الابتسامة مرة كتولي. أنا ومن بعد أنا غادي نقول لكم علاش. كتذكروا مثلا بعض اللقاءات اللي كانت كدار مباشرة ما بين الرئيس ديال الميريكان والرئيس ديال الصين، كيداروا عن بعد في التلفزيون، يعني هذا بدات من العادة ديال كورونا. فكتذكروا مثلا اول مره شاف صاحبه في الايام ديال كورونا هذا الرئيس ديال الصين، شنو قال لبايدن؟ خلى بايدن حتى هضر وقال له كذا والمسائل وعندكم ديك تايوان وحنا ما نعرفش شنو هو الى غير ذلك. الصين كيهضر بدم بارد وكلام مثبت، كيقول له انا زعما كاينه راه جيت لعندك باش ننصحك، اياك تنزل يدك في ديك تايوان، يعني المرحله ديال تخرج العينين. دائما الصينيين فيهم هذا التصعيد وباقي فيهم الى يومنا هذا وكيتزاد. ملي استقبلوا وزير الخارجيه بلينكن وهاد اول زياره ديال مسؤول كبير للصين من مر 5 سنين للقطيعه، 5 سنين استقبلوا وابلغوه اثناء اللقاء، يعني ملي كيتلاقى في الصين اثناء اللقاء قالوا له دير حنا كنرحبوا بك الى غير ذلك، ولكن راه كننصحوكم الامريكيين تعزلوا ما بين جوج، يا اما التعاون واما الاختلاف، وبانه القضيه ديال تايوان غير حيدوها من دماغكم، هادشي امام العالم وقدامكم جوج ديال الحوايج، يعني تصوروا ديال الصين هنا وديال الوزير الخارجيه ديال الامريكان والعالم والكوكب ديال الكره الارضيه كيتصنت. دابا خلاص كيف قلنا من هذه الحيله ديال التضليل والادراك العالمي مسيطر على الوسائل وكذا وكذا، ما يبغيوش هذا اللقاء الوحيد، انه مثلا هذو لاكو بغاوها راه يبغيو العالم كله يتفرج، ولكن هذا اللعب على الادراك العالمي هو اللي كيغطي. ولكن لو كان العالم بصح وكان الاعلام العالمي كيكون شفاف لكن نشوفوا بحال هذه اللقاءات العالم كله كيتبعها في لحظه واحده، بساعه واحده، بدقيقه واحده، بثانيه واحده، ولكن الامور على كل حال. هذا الشيء وقع اليوم. علاش وزير الخارجية الأمريكية مشى للولايات المتحدة؟ وهو جاوب أكثر من ذلك، ملي الصينيين أبلغوه بأنه أمامكم جوج الحلول، يا إما تبعدوا على تايوان وإما الاختلاف، والاختلاف راه غادي يدي لواحد الطريق اللي هي كحلة، جاوبهم عاوتاني بلينكن، كتعرفوا الدبلوماسية والدهين، قال لهم أودي بأن احنا راه ما عندناش شيء حنا ما ناويينش ندعموا تايوان ولا استقلال تايوان ولا شي حاجه، يا ودي راه حنايا جايين غير على المعقول وصافي، ولكن صرح بانه حنا لا ندعم تايوان ولا الاستقلال ديال تايوان. يعني هنا غادي نشوفوا بانه راه كيفاش ملي كتجيبها مصلحه الولايات المتحده الامريكيه انه كيقرب يقول لك ولكن كيولي تقلب. إذن هنايا الولايات المتحدة الأمريكية صيفطت بلينكن لعند الصين باش يقول لهم ودي لكن غير هذا المشكل، حنا يا سيدي صافي وحنا ما كندعموش الاستقلال ديال تايوان ونحن ندعم الوحدة ديال الصين. علاش دار هادشي؟ كثير من المحللين مثلا أثناء مثلا المحاولة ديال التفسير اش كيقولوا؟ كيقولوا بأنه المشكل الأمريكي الصيني سالة، لا ما سالاش. وكاين اللي كيقولوا بانه مثلا الولايات المتحده الامريكيه طوات الصفحه، لا الصفحه ما تطواتش. الولايات المتحده الامريكيه دائما منذ التاسيس ديالها ومنذ انها ولات كتلعب على الصعيد العالمي، لان بزاف الناس ما كي هذا على كل حال كينساو بان الولايات المتحده الامريكيه بدات كتصايب في القرن 16 وصايبت راسها حتى تقريبا اواخر القرن 18، وما ولات قوة على الساحة الإعلامية حتى الحرب العالمية الثانية. بزاف الناس كينساو بأنه الولايات المتحدة الأمريكية راها ظهرت كقوة على الساحة العالمية حتى الحرب العالمية الثانية. إذن قلنا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية الطبيعة ديالها ملي كتشعل واحد العافية، واحد الحريق، واحد البؤرة، واحد التوتر، واحد النزاع، ما كتشعلوش باش يبرد وباش يطفى أو لا باش صافي طويه، لا، كتشعلو باش يخدم ويخدم على مدى سنوات. النزاعات عند الولايات المتحدة الأمريكية تنشأ لكي لا تنتهي إلا بإنهاك الأطراف المتصارعة.
النزاع الاول شعلته الولايات المتحده الامريكيه للصين مع تايوان باش تنهكها وغادى فيه. النزاع الثاني اللي شعلته لروسيا شعلته ليها مع اوكرانيا وخلاته ماشي باش تطفيه، باش يبقى كينهك عاوتاني يشوف شحال من سنه. علاش جا هذا التصرف اللي دار اليوم؟ باش العالم ما خصوش يدوخ ولا يقولك هادو طواو الصفحه. لا، مرارا دارت بحال هاد الافعال وما خصهاش الدور على الانسان مثلا في العقل ديالو، دائما خصو يرد باله. الطريقه مثلا باش كيفكروا مثلا الشعوب الاسلاميه اللي عندها واحد الفكره على الشعوب الاسلاميه، في جميع الحالات كتفكر بواحد الطريقه مخالفه لغيرها، لانه الشعوب الاسلاميه او التوحيديه بصفه عامه في الفطره ديالها، في الغريزه ديالها، في الدم ديالها، في العقل ديالها، مضروبه على واحد الاساس. هذاك الاساس وهو انه اذا وقع شي مشكل فالعبد او الانسان مباشره يسعى الى حله. هذه الجبله كيتجبل عليها اي انسان من نهار فاش كيدخل الاسلام ولا كيلقى راسو دخل في الدين، مضروب على اساس انه الا شاف شي حاجه خايبه ما كيعجبوش الحال. العالم الاخر المضاد للعقائد التوحيديه، العالم الاخر، عالم ديال الشيطان وديال التحرميات والنورانيين، الى عنده العكس. العالم الاخر المضاد للعقائد التوحيديه، العالم الاخر، عالم ديال الشيطان وديال التحرميات والنورانيين، الى عنده العكس، عنده بانه اذا وقع المشكل هذاك هو الانتعاش ديالك، هذاك هو الفرصه ديالك، هذاك هو الحياه ديالك انتايا، ولا ما كانش المشكل انت خصك تخلقه. هذا هو الطريقه، لان هذاك اسلوب ديال التفوق، خلق المشاكل وخلق النزاعات وخلق الحروب وخلق الاوبئه وخلق البلاوي الواحد اخر، هذيك هي اسهل طريقه انت باش كتسيطر عليها. بينما كيف قلنا بانه الديانات عندها عقيده اخرى بانه هاد البلابل والازمات الى غير ذلك، هذه ما خصهاش تكون، وخص كل يسعى الى تجنبها او للمساهمه انها تحيد. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا بانه هذا الخلاف ديال الصين مع تايوان دار باش يبقى، والخلاف اللي دارته البوتين مع الصين دار باش يبقى الى غايه انهاك الطرفين. علاش الولايات المتحده الامريكيه اضطرت انها تبرد؟ راه غير غتبرد، راه ما كاينش شي تزول. الولايات المتحده الامريكيه حسب التوقع ديالي، بناء على انهم سبق لها دارت هادشي، ملي تشوفوا الولايات المتحده الامريكيه بردت الطرح مع الصين، غير قلبوا فين غادي تشعلها، في بلاصه اخرى، او لا الا كان شي بلاصه اخرى شاعله غير تسناو، راه غادي تزيد في الوقود، لانها الولايات المتحده الامريكيه معروفه الطبيعه ديالها. الطبيعه ديالها دائما كتضرب جوج البؤر اللي هي قويه، مثلا الاولى الصين كتنهكها مع تايوان والمحيط ديالها، الثانيه روسيا وكتنهكها مع المحيط ديالها اللي هما اوروبا الغربيه والناتو الى غير ذلك. اذا كتسلط على الاول ما ينهكها، وكتسلط على الثاني ما ينهكها. ملي تشوفوها كتبرد على الواجهه ديال الصين، عرفوا بانه الواجهه ديال روسيا مع اوروبا الغربيه ستعرف جديدا. هذا هو الاسلوب اللي كتمشى به الولايات، دائما الاسلوب ديال التوازن. من ناحيه اخرى مثلا ملي كاينه حاطه روسيا مع اوروبا، هذا دائما كديرها الولايات المتحده الامريكيه، دائما في الحروب كامله، الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه، كيشعلوا العافيه وكيخليهم 4 سنين و5 سنين وهما كيريبوا بعضهم، كيتنهكوا وكتعطيهم السلاح بقطره حتى كلشي كيتهلك. وملي كتشوف شي طرف غادي يغلب كتنقص عليه الكميه السلاح، او لا الطرف الاخر كتزيد كتعطيه من التحت. دابا ملي كتشوف مثلا بوتين تك على اوكرانيا صافي غادي يريبها كامله، كيزودوا اوكرانيا باسلحه وكيعاونوها هما باسلحه، ربما اوكرانيا ما كتسيقش الخبر، باش كيمكنوا اوكرانيا انها ترد. وملي كيشوفوا كذلك العكس، ملي كيشوفوا اوكرانيا غادا تهيج وغادا تصفي الجيش الروسي، كيبداو يلعبوا عاوتاني في الامداد ديال السلاح باش كيخليوها ترجع للور. هذا الاسلوب هذا راه غادي نجبروه،
ما بين أوكرانيا روسيا، وغادي نجبروه كذلك ما بين تايوان الصين. عاوتاني الصين فيما كتقوى كتوصل لواحد المرحلة كتمشي عاوتاني كتجبد الحبل شي شوية مع ديك الفعيل ديال تايوان، وهكذا دواليك، يعني كتعكت كتحكم في الحروب. علاش؟ لأنه النزاعات تنشأ لكي لا تطوى، كتنشأ الواحد المهمة. كاين النزاع اللي كينشأ الواحد 5 سنين، كاين اللي الصلاحية ديالو 10 سنين، كاين الصلاحية ديالو 20 عام، كل نزاع هكا كيدار. ولكن السؤال المطروح، علاش دوك الأنبياء ديال الصناعة والعلوم وديال كل شيء علاش كيمشيو للصين؟ وفي نفس الوقت شنو اللي غادي نستنتجوه من تما؟ اللي غادي نستنتجوه بلينكن كيمثل الإدارة الأمريكية، ولكن هذوك الاخرين ايلون ماسك وبيل غيتس والمدير ديال ابل، وزيد عليهم دوك الناس ديال منتديات دافوس ودوك الشركات اللي قاعده مالكه العالم، هذوك لمن تابعن، هذوك راه ما كيمثلوش الاداره الامريكيه، هذوك راه كيمثلوا القوى الحقيقيه اللي حاكمه العالم، كيمثلوا القوى الحقيقية اللي حاكمة العالم. القوى الحقيقية اللي حاكمة العالم دائما كتخصم على جوج، ما كتهش القوة ديالها كلها وكتكبها في دولة واحدة، دائما كتقسم القوة ديالها على جوج ديال المحاور، وهذا هو الأسلوب الأولي ديال تنظيم النورانيين. يعني أنه تنظيم النورانيين النهار فاش تأسس 1770 ولا شي حاجة وقرر أنه يمشي للولايات المتحدة الأمريكية، راه ماشي غير كيتجسد فيها وكيتلبس فيها وكيسمر فيها وكياخدها مقران هي الوحيدة، لا، وما كياخدش غير قطب واحد هو الصحيح، لا، دائما كيختار جوج الأقطاب باش كيمول الأول ويمول الثاني، يعني انه كيستغل الاول وكيستغل الثاني باش المنتوجات ديالهم كيطلبها القطب الاول وكيطلبها القطب الثاني. علاش؟ لانه الى بقى مثلا عول على دوله وحده هي القويه في العالم مثلا، وشدوا العالم صافي ووقفوه وداروا له طربوش وغير قطب واحد هو اللي صحيح هو امريكان، طالما هو بوحده مسيطر، طالما هو مسيطر دائما غنبقاو المنافسين كيحاولوا يتشلقوا يتشعلقوا فيه جوج ثلاثة أربعة خمسة، ولكن ملي كيكون واحد وضد القطب الآخر هذا كيبعث على أن الأمور كتبرد، وكتكون الحروب دائما كتكون هادئة، وكيضمنوا بذلك الاستقرار ديال دوك الجوج ديال الأقطاب، وهذه هي اللعبة اللي كيخدموا بها كاملين. إذن هادوك الصنايعية الكبار، يعني ملي كنقولوا حنا مثلا إيلون ماسك ولا بيل غيتس أو اللي كتسمع هادو، هادو بعدا للتذكير، هادو راه في الترتيب العالمي ديال الشركات غادي نلقاهم هما الأولى في العالم، علما بأنه شحال هذه كانوا الشركات الأقوى في العالم كانت هي اللي عندها علاقة بالإنسان وبالتغذية للإنسان والمسائل الطبيعية. خلال السنوات الأخيرة مثلا بيل غيتس إيلون ماسك هادو الصناعة لهم متفوقان فيها، مثلا مايكروسوفت برمجيات، يعني الناس اللي كيخدموا في الإدراك ديال بنادم وكيأطروا العقل ديال بنادم والأحاسيس ديال بنادم والأحلام ديال بنادم. وشوفوا مثلا غير مثلا حتى هاد وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش أنهم قفزوا قفزة خيالية من الأرباح ديال العالم ولا من ناحية السيطرة. يعني الشركات اللي حاليا كيحكموا العالم هما اللي كيلعبوا على الأدمغة ديال الإنسان، هما اللي ولات عندهم السيطرة الحقيقية، هادو كينتميوا لواحد العالم بوحده. الولايات المتحدة الأمريكية إدارة، طبعا الإدارة غادي تمشي عند الصين وخاصة تحاول ما أمكن تسبقهم باش تأطر داك الشيء وتبرد إلى غير ذلك، ولكن المعركة ضد الصين راه دائما مستمرة، بينما هاد المسيطرين على هاد الصناعات الحقيقية التكنولوجيات الحقيقية اللي قلنا كتلعب على الإدراك، هادوك المسيطرين وما كيهمهم الأمريكان ولا الصين. ورانا فايت اللي لمحت فيه من قبل بأنه هنالك لعب كبير كيجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين، وكاين كلام قديم تسرب شحال هذه قبل مر المرحلة ديال كورونا ربما 2017 لا بقيت كنتذكر إلى غير ذلك، بأنه كثير من رؤوس الأموال
ديال التنظيمات النورانيه او ديال المهم دوك المسيطرين بانها راها قاعده كتحول وكتنقل للصين. هادشي تسريبات كانت خرجت في 2017، الان ظهر بانها راه بصح وبان هذوك المنتوجات ودوك المعامل وديك التكنولوجيات الى غير ذلك بانها راه كيف ما موجوده في الولايات المتحده الامريكيه راه الكماله ديالها موجوده ايضا في الصين. يعني انه العالم اللعب ديالو الطويل هو هذا، والمتحكم الحقيقي هما هادو. هبطوا روسيا، دابا غادي يفكروا انهم يطلعوا الصين. وهاد المجامله اللي كاينه ديال بليكان ملي مشى كيجي يبتسم مع الصين الى غير ذلك، هذه العلامه ونديروا شؤم بانه ربما الواجهه الروسيه الاوكرانيه بان راه غادي تزيد تشعل، ربما يا اما في هذا الصيف او لا خلال الايام الاولى او نعم الايام الاولى من الخريف ديال 2023. كنتمنى من الاخوان والاخوات نكون عطيتهم شي افكار جيده وشي معلومات جديده وبعض التوضيحات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.